شوف يا اخوان، يقول ما علاقة ضيق الصدر، ما علاقة، ما علاج الساق اذا انكسر؟ ها، يجبر بطرق، ربما عملية، ربما براغي، ربما جبس، ربما، صح. لكن الذي يريد ألفت نظر إليه، هذا الكسر تعالج على طول ينجبر ولا يحتاج إلى وقت؟ يحتاج إلى وقت. فبعض الناس إذا ضاق صدره أو ضعفت نفسه أو جاءه وسواس أو حصل فيه ما حصل من الأشياء هذه، ما يصبر. تقول له حافظ على الصلاة، حافظ على الأذكار، اقرأ القرآن، كثر من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، اطلب العلم، تبصر في دينك، اترك الكبائر، ابتعد عن التصاوير، ابتعد عن الصخب والمعازف، وان شاء الله تذهب عنك هذه الضيقة. اكثر من ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عجبا لمسلم كيف يضيق صدر اصلا اذا ضاق صدر، هذا تكفير سيئات، هذه واحدة الحمد لله. ثانيا، لن يستمر مع المسلم هذا أصلا. إذا استيقظ وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدة، فإذا صلى حلت عقدة، فيصبح طيب النفس. لكن إذا ما ذكر الله ولا توضأ ولا صلى، يصبح خبيث النفس كسلان. إن أكثر الناس لا يترك سبيلا من سبل الشيطان إلا ويخوض فيه، ثم يقول ضاق صدري. أين يذهب الشيطان إذا لم يأتك أنت وأنت بعيد عن ذكر الله، عن الصلاة، بين التصاوير، بين النساء، بين الأفلام، بين السار على معصية الله، ثم يقول ضاق صدري ودخل فيني الشيطان وجني؟ وين يذهب الشيطان إذا ما جاك أنت وأنت تتعاون معه على الإثم والعدوان؟ أين يذهب؟ أنت أحسن مكان. لكن كلما ازددت تقوى لله عز وجل، أكثرت من ذكر الله تبارك وتعالى، قرأت القرآن، والله يفر منك الشيطان فرارا. والله إذا وقع عليك شيء من هذا بسبب غفلتك، بسبب بعدك، تعال عالج نفسك، المحافظة على الصلاة، بالقرآن، بالأذكار، ثم انتظر. انكسر ساقة يحتاج ليش؟ إلى وقت، صح ولا لا؟ طيب أنت انكسرت نفسيا، جاءك ضيق، احتاج إلى وقت. قد يقول كما في السؤال أن هذا صار لفترة، وما يدريك، هذا خير لك يا أخي. ترى في بعض الناس لو ذهبت عنه الضيقة لتركك قراءة القرآن يعني، ثم إذا مات مصيرك أن تموت. والله إذا كان ضيق الصدر هذا يجلب لك أنك أنت تكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، لتمنيت يوم القيامة أن لا يذهب عنك شيء من هذا الضيق، حتى إيش؟ تستمر أكثر تعمل صالحا. هذا واقع بعض الناس لا علاقة لهم بالقرآن، فإذا أصيب قال إيش أقرأ؟ سورة البقرة. فالشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، قال شغل شريط. طيب ما يبي يقرأ، شغل شريط. شريط ينفع؟ ما نقول لا تشغل شريط، شغل شريط أحسن من غيره. لكن هل تقرأ أو لا تقرأ؟ المفروض تقرأ، مش شغل شريط وما تدري ايش يقرأ، بس تسمع صوت. اقرأ يا أخي أكثر من ذكر الله، واقرأ وانتظر واحتسب الأجر. وكل ما ضاق صدرك ما يصيب المؤمن من وصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها خطايا. الحمد لله، ضاق صدرك تكفير سيئة، ولا يزال بلاء في المؤمن والمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة كانت لك حرز من الشيطان. يعني هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ثم يأتي واحد ويحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة ولا يذهب عنه؟ والله لا يذهبن عنه، والله الذي لا إله إلا هو. الشيطان ماذا يريد؟ يريد ماذا؟ يحزن الذين آمنوا، صح؟ يريد أن يحزنك، يذكرك بالمشكلة، يذكرك بالمصيبة، يذكرك بفعلة فلان، يذكرك حتى يحزنك. فأنت حاربه كما يحاربك، لأن الله يقول إن الشيطان لكم
عدو فاتخذوه عدو. كلما جاءك بالحزن بضيق الصدر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة والله قلتها 100 مرة وما راح، عطها 100 مرة بعد والله ما زاد ضاق صدري، عطها 100 مرة فإن الله عز يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقل جل وعلا فاذكروني أذكركم. قال بعض العلماء لو لم يكن في ذكر الله إلا هذه لكفى، أن الله يذكر من ذكره. يا رجل لو ذكرت، مش ذكرت أنت، لو ذكر جدك بقصيدة كذا، قال جدي هذا جدي شفت فلان هذا قصيدة بيت شعر تفرح صح؟ ولا ذكر عائلتنا ولا ذكر كيف قصيدة واحد، ويمكن ايش يمدح بشنو؟ انه والله ذبح ذبيحة ولا عامل معصية قاتل واحد بالحرام، انه شجاع قتل واحد، هذه من كبائر الذنوب. ناس تفرح انه شجاع قتل كم واحد، تفرح بهذا؟ ما تفرح ان الله يذكرك جل وعلا؟ هذه غفلة، غفلة كبيرة. إذا كان ضيق الصدر هذا يجلب لك ذكر الله عز وجل فلا تحزن على نفسك، خلي ضيق صدرك، والله الذي لا إله له لا يضيق صدر من أصلح علاقته مع كتاب الله وأكثر من ذكر الله أبدا، لا يجتمع هذا مع هذا. خالق القلوب يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس يقول أنا أبعرف شنو فيني بالضبط، ما يبحث عن كيف أني أتعالج وكيف، لا أبي شنو فيني، عين ولا سحر ولا نفس ولا جني ولا عفريت، وإذا عين من اللي أصاب العين وعليش ومتى وبأي موقف وبأي ساعة، يبحث بهذا الموضوع. يا أخي واحد انكسرت رجله، طايح لعب كرة، حادث، زالق، المهم كسرت، تفكر كيف عالج ولا كيف انكسرت رجله؟ عالج صح ولا؟ أنت أفرض عين ولا جن ولا، المهم كيف تعالج؟ تعالج بذكر الله عز وجل والصبر، اصبر ما صبرك إلا بالله.